ما عرفتش واش غنديروا معاه. تطلبوا بالسكه ديالك السكه، ما تطلبوا بوالو، بغينا غير السكه. وانت ولادي ما تيقراوش، عندي بنت اولى بكالوريا، الدري ثالث اعدادي وما تيقراش، ما تيقراش. اش من حق، اش من حق؟ واش ما كاين سكه لا تعليم؟ هما باقي العام ما تيقراوش. واش الملك قال لكم سيدنا عطاكم الاوامر، خرجوا من ديورنا عطاونا ديورنا. هادشي اللي بغا، سير تسناي ولا سير باك صاحبي، سالينا سير تسناي ولا باك صاحبي. حنا ولاد الشعب، حنا ولاد الشعب، يعني تلقى الله فينا وتتوا الشعب تتفرجوا فينا. تلقى الله، حنا راه كازاوا، كازاوا ديال بصح ماشي هجرة كروية. وحسبي الله ونعم الوكيل، المسؤولين يخرجونا، الوالي والعامل من الاخر، الوالي والعامل ولي تنحملو المسؤولية. حيت هما الأوامر جات من عندهم، مين جات عندهم الأوامر يعطونا ديورنا، ماشي تسكن فيلا. وأنا ناعسة في الزنقة أنا وولادي، وأنا عمرها الشعر خدام أنا على وليداتي، أنا تنبيع الشعر. اش من حق؟ ما عنديش، عايشة عمري بنار، عايشة نهار بنار. أنا واحد السيدة ساكنة في بيت عندي ربعة الوليدات، ومني كنجي نهضر كيقولوا لي نسي، ملي كنمشي كيقول لي ما طلعش السيستيم. أنا قبل من الناس استافدوا معايا في الدار، استافدوا، وأنا قبل منهم ساكنة، والدة ولادي كلهم في هذاك البيت، وقال لك لا نسي ما تستافديش، ما طلعش في السيستيم. بغيت نعرف هذا السيستيم كي داروا ليه، ما فهمتش أنايا. وأنا الراجل دابا مات وخلاني أنا والوليدات أرمالة، ما عندي فين نمشي، ما عندي باش نكري، ما عندي حتى الكراغلة، حتى الكراغلة. بيت ولا ب 30 ومليون جوج تصبيق، فين غنمشيو نجيبو حنا هاد الفلوس هادا منين باش نكريو؟ فين غنمشيو مع وليداتنا؟ وعطاك مهلت 6 ايام، اش غدير 6 ايام؟ اش غدير؟ يمشي هو في 6 ايام يلقى سكنه يشوف وما في جيبو حتى ريال. اش غنقول لك؟ راه هذا تعدو هذا والله. كل واحد كل جهه وكيعطيوها، ما دايرينش داكشي مقاد. شي الليل هاد الجي عطاو 6 ايام، شي عطاو 4 ايام، شي كانوا داروا معاه اليوم وعاودوا بدلوا، قالوا لهم سال امتى، قالوا لهم باقي ما عرفناش. احنا باركين سوما، قال لك باقي ما عرفوش. يجي داك القرار من الفوق عاد غيشوفوا اش غيديروا، حنا نستناو معاهم هذا القرار تيجي. المقاطعه راه واخا القايد كيدوي معانا الصراحه، كيعطينا وقت وداك الشيء، ولكن هو مغلوب، راه داك الشيء من الفوق قال باقي ما جاهمش القرار. راه دابا وقفوا، ولكن القرار باش غيبداو داك الشيء الاخر شنو غيفكفوا المشكل، باقي ما عندهمش حتى شي حاجه، حتى حنا راه كنتسناو.